إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. أبو حنيفة هذا إخوان الكرام رأى يوما رؤيا أذهلته وحيرته. ماذا رأى في منامه؟ رأى في منامه أن خنزيرا ينحت في قعر شجرة، في غصن كبير لشجرة، فمال غصن من هذه الشجرة فضرب الخنزير على رأسه، وإذا بالخنزير يفر ويبتعد عن الشجرة ثم يرجع بعد ذلك ليستظل بظلها، فاستغرب من رؤياه وذهب في اليوم الثاني على شيخه حماد حتى يفسر له رؤياه. فلما وصل إلى شيخه وجده مهموما مغموما مغرقا في التفكير حائرا في أمره، فسأله: يا شيخنا، أراك مهموما مغموما، أراك مشغول الفكر سارح الذهن؟ قال: يا بني، إن جماعة من الزنادقة جاءوا إلى ملك هذه البلاد وطلبوا منه أن يختار لهم عالما يثبت لهم وجود الله، وقد وقع اختيار ملك هذه القرية المدينة البلد علي حتى أناظرهم، ونحن يا ولدي، يقول لأبي حنيفة، ونحن يا ولدي نجادل في ذات لا تراها العيون ولا تلمسها الأيدي، فأخشى على الناس من الفتنة. وإذا بأبي حنيفة يقول: الله أكبر الله أكبر، عرفت تفسير رؤياي الآن بدون ما تقول لي وللشيخ، فإني عرفت تفسير الرؤيا. قال: وما رؤياك؟ فحدثه بالرؤيا. قال: وكيف فسرتها؟ قال: أما الشجرة فإنها شجرة العلم، أنت يا شيخ حماد أنت الشجرة، وأما الخنزير فإنه كبير الزنادقة يريد أن ينحت في شجرة العلم، وأما الغصن الذي مال وضربه على رأسه فإنه أنا تلميذك أبو حنيفة، ضربه على رأسه بالحجة والدليل والبرهان فأبعده مدحورا مفحما. ثم بعد ذلك يتوب هذا الزنديق لكي ينهل منك العلم في مجالسك وحلقاتك، فأذن لي يا شيخي أن أناظرهم، أنا اللي بدي أروح أناظرهم ولست أنت، فإن غلبوني فأنا طفل صغير، وإن غلبتهم فهذا تلميذ الشيخ حماد، فكيف بالشيخ حماد؟ فوافق له الشيخ على طلبه، وذهب أبو حنيفة، أبو حنيفة طفل يا إخوانا، طفل صغير، وذهب أبو حنيفة ليناظر الزنادقة. والمناظرة لا تحتاج إلى آيات قرآن، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالحديث، تحتاج إلى عبقرية فذة وإلى ذهن متوقد في الردود. فانتظر الشيخ حماد وأبو حنيفة جالس، قالوا: لم يأتي الشيخ حماد. قال لهم: إن الشيخ حماد بعثني حتى أجيب عن أسئلتكم. قالوا: بعثك أنت؟ قال: نعم. قالوا: وهل ستجيب عن أسئلتنا؟ قال: أجل، أنا الذي سأجيب عن أسئلتكم. قالوا: ولم يأتي الشيخ حماد؟ قال: إن الشيخ حماد لا يأتي لمثل هذه المسائل الصغيرة، فما تسألون عنه مسائل صغيرة، وأنا أصغر طلابه، ولذا أرسلني إليكم لأناظركم. قالوا: إذا نسألك؟ قال: بل اسألوا. بلى. قالوا: نسألك؟ قال: نعم. قالوا: أخبرنا يا أبا حنيفة، أول سؤال سألوه، قالوا: متى ولد ربك؟ قال: لم يلد ولم يولد، ولو ولد لكان له أبوان، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا: يا أبا حنيفة، متى وجد ربك؟ قال: الله موجود قبل الأزمنة والدهور، لا أول لوجوده. قالوا: نريد دليلا عقليا. قال: ماذا قبل الثلاثة من الأعداد؟ قالوا: اثنان. قال: وماذا قبل الاثنين؟ قالوا: واحد. قال: وماذا قبل الواحد؟ قالوا: لا شيء.
قال إذا كان هذا بالواحد الحسابي فكيف بالواحد الحقيقي؟ الله قديم لا أول لوجوده. فقالوا له يا أبا حنيفة، السؤال الثالث، قالوا يا أبا حنيفة أين يتجه ربك؟ يعني لو كان الله متجه ناحية المغرب وعصاه أهل المشرق كيف يراهم؟ لو كان متجها ناحية الشمال وعصاه أهل الجنوب كيف يراهم؟ قالوا أين يتجه ربك يا أبا حنيفة؟ فقال أبو حنيفة لو جئنا بمصباح وأسرجناه في غرفة مظلمة فأين يذهب نوره؟ قالوا يذهب نوره في جميع أجزاء الغرفة. قال إذا كان هذا حال المصباح الصناعي فكيف بنور السماوات والأرض؟ إن الله موجود بعلمه في كل مكان. فقالوا يا أبا حنيفة نسألك سؤالا آخر. قال سلوا. قالوا يا أبا حنيفة صف لنا ذات الله، صف لنا ذات الله، هل هي صلبة كالحديد أو سائلة كالماء أو غازية كالبخار؟ فقال لهم أبو حنيفة هل جلستم قبل ذلك في مجلس كان فيه مريض يحتضر؟ قالوا نعم جلسنا. قال وماذا حدث بعد ذلك؟ قالوا خرجت روحه ومات. قال خرجت روحه وأنتم تنظرون؟ قالوا نعم. قال صفوا لي هذه الروح، أهي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالبخار؟ قالوا لا نستطيع أن نعرف كنهها. قال أنتم عاجزون عن وصف كنه شيء من خلق الله، فكيف تريدون مني أن أصف لكم ذات الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فقالوا له يا أبا حنيفة أين يوجد علم ربك؟ قال أرأيتم لو جئنا إلى شاة حلوب فحلبنا لبنها ووضعناه في إناء، أفي هذا اللبن سمن؟ قالوا نعم فيه سمن. قال وأين يوجد السمن؟ قالوا في جميع جزئيات اللبن. قال وذلك علم الله موجود في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قالوا يا أبا حنيفة أخبرنا يا أبا حنيفة كيف يأكل الناس يوم القيامة في الجنة ويشربون ولا يتبولون ولا يتغوطون، فأين تذهب هذه الفضلات؟ فقال لهم أبو حنيفة إني وأنتم، أنتم وأنا وجميع الخلائق، مكث كل واحد منا في بطن أمه 9 أشهر يأكل ويشرب، فأين كانت تذهب فضلاته؟ هل كان يذهب إلى الخلاء وهو في بطن أمه؟ فسكتوا. قالوا إذن يا أبا حنيفة فكيف للجنة يأكل منها المؤمنون وتزيد ولا تنقص؟ هل من المعقول شيء يؤخذ منه ويزيد؟ قال نعم، وإن شئتم مثالا من الدنيا ذكرت لكم ذلك. قال وما هو؟ قال العلم، فإن العلم إذا أنفقت منه يزيد وإذا أحجمت عن الإنفاق يتناقص، كما قال الشاعر يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا صددت. فقالوا يا أبا حنيفة بقيت أسئلة 3، إن أجبتنا آمنا بالإله الذي تعبده. قال وما أسئلتكم 3؟ قالوا يا أبا حنيفة السؤال الأول إذا كان الله موجودا في الكون، أنت تقول بأن الله موجود، إذا كان الله موجودا في الكون فأرنا إياه بنشوفه بعينينا. والسؤال الثاني قالوا إذا كان الشيطان خلق من النار والله يعذب بالنار فكيف تعذب النار النار يوم القيامة؟ طيب والسؤال الثالث قالوا إذا كان كل شيء في هذه الدنيا يقع بقدر الله وبعلمه وقضائه فلما الثواب والعقاب يوم القيامة في نار وفي جنة للثواب والعقاب ما دام الأمر يحدث كله بمشيئة الله وإرادته؟ فقال أبو حنيفة إن أسئلتكم هذه تحتاج إلى تجربة عملية. قالوا افعل ما شئت. فمال إلى طوبة من الطين، طوبة كبيرة دوب شيلها، فمال إلى طوبة كبيرة من الطين
وهوى بها على رأس كبير الزنادقة فشج رأسه وسال دمه، فأخذ يصرخ بأعلى صوته ويريد من الأمير أن يأتي حتى يعاقب أبا حنيفة. فلما جاء الأمير قال: يا أبا حنيفة، لما فعلت هذا مع مناظرك؟ قال: لأجيب عن أسئلتك. قال: وكيف؟ قال: الآن حسأل، ماذا حدث لك؟ قال: حدث في رأسي جرح. قال: هل تشعر في هذا الجرح بألم؟ قال: نعم. قال: متأكد من كلامك؟ في ألم يعني موجود؟ قال: نعم. أنا أصرخ من إيش؟ بصرخ من الألم. قال: أرني الألم في الجرح أريك الله في الكون. كلام مقنع ولا مش مقنع؟ كلام مليان. طيب والسؤال الثاني؟ قال: بما ضربتك؟ بما ضربتك أنا؟ قال: ضربتني بطوبة من الطين. قال: ومما خلقت؟ قال: خلقت من الطين. قال: كيف عذب الطين الطين؟ زي ما الطين عذب الطين، الله تعالى يعذب الشيطان بالنار يوم القيامة، وقد خلق الشيطان من النار. وأما السؤال الثالث، قال: أليست هذه الضربة التي ضربتك إياها مقدرة في علم الله؟ قال: نعم. قال: فلما استصرخت بالأمير تريده أن يأتي إليك؟ أليس من أجل الثواب والعقاب؟ فما كان من الزنادقة وكبيرهم إلا أن نطقوا بالشهادتين ودخلوا في دين الله عز وجل، ولسان حالهم حصحص الحق وانتهى كل شيء، فمن الحزم أن نجيب الرشاد. حجج واضحة. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر.